السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في حلقة اليوم عن طرق الوقاية من الإصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية. طبعا دائما وأبدا الوقاية خير من العلاج، وخاصة في أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن الانتباه المبكر والوقاية المبكرة قد تؤخر وقد تمنع تماما الإصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية. أهم الوقاية هو أولا أن نعرف هي عوامل الخطورة، لأنه كل عامل خطر له طريقة وقاية. كما تكلمنا في حلقات سابقة عوامل الخطورة كثيرة، أهمها الضغط، ارتفاع التوتر الشرياني، ارتفاع سكر الدم، التدخين، حياة الركودة والسمنة، ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم، والشدة النفسية والعوامل الوراثية. طبعا العوامل الوراثية ليس لها وقاية للأسف، هذا عامل غير قابل للتعديل، لكن العوامل الأخرى بفضل الله كلها قابلة للتعديل أو قابلة للوقاية. مثلا المريض يستطيع أن لا يدخن، وهي هذا عامل خطر يعتبر كبير جدا. المريض المصاب بالسكر يستطيع أن يضبط سكره أكثر كي لا يصاب بأمراض قلب. مريض الضغط يستطيع أن يضبط ضغطه ويكون تحت المراقبة الدورية. مريض شحوم الكوليسترول يجب أن يكون دائما جاهز للتحاليل وتحت كمان سيطرة الطبيب. بالنسبة لحياة الركودة والحياة المكاتب يجب المريض يكون عنده برنامج رياضي. الرياضة جدا 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 مهمة في وقتنا هذا، ليس فقط لعدم كسب الوزن، وليس فقط للرشاقة، وليس فقط لعدم السمنة، لأنه حتى الرياضة تحسن الحالة النفسية. الرياضة تنشط الدورة الدموية، تساعد في ضبط السكر وارتفاع التوتر الشرياني، تعمل شوية استرخاء للجسم وتعمل شوية ريلاكس للمريض. فالرياضة جدا جدا مهمة. أنصح كل المرضى أو الذين لم يصبحوا بعد مرضى أن يبدأوا في برنامج الرياضة مبكر. الرياضة جدا مهمة وخاصة في حياتنا، لأنه حياتنا إذا تركناها كما تريد المدنية الحديثة تتكون بين السيارة والمكتب، وهذا خطر كبير جدا جدا على الجسم. الأمور الأخرى هي الوقاية من ناحية الطعام، تجنب الأكل العالي الملح، تجنب الأكل الموجود فيه دسم وكوليسترول والشحوم، وهي أكلات للأسف في أكلات شائعة في بيوتنا في أماكن العمل يجب أن نتجنبها. الأمر الآخر هو الشدة النفسية. المريض أو الإنسان العادي يجب أن يبتعد قدر ما يستطيع عن الشدة النفسية. الشدة النفسية عامل خطر بحد ذاته وعامل خطر عوامل أخرى. يبحث عن يوم استرخاء في الأسبوع على الأقل، شهر استرخاء في السنة على الأقل، أن يخرج مع ناس يحبهم، يضحك معهم، يمارس الرياضة معهم. المريض يجب أن لا يبقى في جو العمل وفي جو التكنولوجيا الحديثة للأسف، والموبايل معنا في كل مكان، حتى ستريس العمل يكون معنا في البيت حتى أثناء النوم، وهذا خطأ كبير جدا جدا جدا. يجب أن ننظم كل هذه الأمور. يجب إجراءات كشوفات مبكرة خاصة في العائلات اللي عندها قصص سريرية لإصابات مبكرة. يعني المريض اللي عنده أخ أو أب مصابين في عمر مبكر يجب أن يجري إجراءات، حتى لو لم يشكي يجب أن يجري فحوصات دموية، يجب أن يراجع طبيب قلب وهو يوجهه شو هي الاستقصاءات اللازمة له. هناك أمور أخرى مهمة جدا من ناحية كما تكلمنا في قبل من ناحية على مريض السكري. يعني مريض السكري الذي نبدأ في علاجه مبكرا، أو المريض السكري الذي يكشف مبكرا، غير المريض الذي يأتينا وقد أصيب بداء السكري وقد يأتينا في مرحلة الاختلاطات للأسف، وهي عم نشوفها كتير في مجتمعاتنا. المريض اللي عنده قصة عائلية للإصابة بالسكري يجب أن يجري تحاليل روتينية في أوقات مبكرة من حياته. يجب أن لا يهمل عوامل الخطورة الأخرى، يجب أن يبتعد عن التدخين، لأن خطر التدخين عنده غير خطر التدخين عند مريض ليس سكري وليس مصاب بالضغط. أدوية الضغط مهمة جدا. الوقاية من الضغط كما تكلمنا في حلقة كمان سابقة عن الضغط يجب أن تكون مضبوطة جدا، سواء عن طريق الرياضة، الابتعاد عن الشدة النفسية، الابتعاد عن المحتوى العالي للملح وللدسم والكوليسترول في الطعام، عيش حياة فعالية فيها نشاط، لا الاعتماد فقط على السيارات والمركبات. إن شاء الله إذا المريض أخذ بهذه الأسباب قد يؤخر كثيرا الإصابة في أمراض القلب بدون ما تظهر في عمر 40، قد تظهر في عمر 50، وقد يمنع تماما هذه الإصابات بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.